مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وليمة مع حليمة. قلنا كتعجبنا البيتزا، قلنا كنحضروها بطرق مختلفة. اليوم غادي نديروها على شكل قوارب، كتجي لذيذة خفيفة وسهلة في التحضير. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوها. غنحتاجوا في المكونات صوص بيتزا، زيتون خضر وكحل، فرماج حمر وموتزاريلا، صفر بيضة، زرارع الدزين. وبالنسبة للخضرة فهي اختيارية، يعني عندنا الفلفلة، البصله والقرعه مقطعين في شكل طولي ومشحرين واحد الشويه، سكر، خميره، ملح، حليب مجفف، فينو، دقيق يكون نوعيه ممتازه، ماء دافي والزيت. نخليكم على احد المكونات وندوزو مباشره لطريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. كناخذوا جبانيه كنديروا فيها الفينو هو الاول، كاس غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال الحليب المجفف، معلقه صغيره تقريبا ديال السكر، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، غادي نزيد كاس ديال الماء يكون دافي. غادي نخلط هذه المكونات مع بعضها، غادي نغطيها وغادي نخليها تقريبا 10 دقائق حتى كتفاعل. صافي، ملي كتفاعل العجينه بهذا الشكل غادي نزيد ليها الملح، ربع كاس ديال الزيت ديال الزيتون، والدقيق اللي كيبقى نحصلوا العجينه تكون طيبه اللي غادي نجمعوها وندلكوها غير شويه كتكون واجده. صافي، غادي نستمر هذا بهذا الشكل حتى نجمعها غير تجانس. صافي، كتكون جاهزه باش ندوزو مباشره نقادوها ونعمروها. صافي، ملي كتجمعينا العجينه وكندلكوها غير واحد شويه كناخذوها وكنقسموها أربعة ديال القطاع او ثلاثة او اكثر على حسب الرغبه، يعني حسب الحجم اللي تبغيو نتوما. صافي، كنقادوهم كويرات، كناخذوا كل كره كنرشوا بالدقيق وكنطلقوها على شكل مربع او مستطيل. صافي، غادي نستمر حتى كنطلقها بهذا الشكل ونرقوها، من الاحسن باش ما تجيناش العجينه فيها غليظه. كناخذوا الجوانب كنديروا فيهم شويه ديال الفرماج حمر، وكنجمعوا الاطراف ديال هكذا كنسدوا عليها باش الفرماج يبقى لداخل. نفس الطريقه ندير الجهه الثانيه وكنسدوا من هنا. كنزيدوا صوص بيتزا وكنديروا الحشوه ديالنا في الوسط، الفرماج الاحمر، موتزاريلا، والخضر على حسب الرغبه. ممكن طبعا نزيدو دجاج او طون او كفته الى بغينا، انا اكتفيت فقط بالخضره. غادي نزيد البصله، والفلفل، بالنسبه للزيتون انا غندير جوج لوان وممكن ديروا غير نوع واحد ماشي مشكل. صافي، غادي نديرها في صفيحه ديال الفرن مفرشه بورق الطبخ، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنقادهم كاملين ونرجعوا باش نزينوهم وندخلوهم يطيب. ملي كنقادوهم كاملين كناخذوا صفر بيضه كنزيدوا لها اما الحليب اما الخل باش كنخففوها، وكندهنوا الجوانب كاملين. كنشعلوا الفران وكنخليوه كيسخن على 200 درجه باش غير كندهنوهم، ما غنخليهم لا يخمروا لا والو، مباشره غادي ندخلوهم يطيبوا ويتحمروا من التحت ومن الفوق. صافي، وكيكونوا واجدين. وبالنسبه طبعا للتزيين فانا غادي نزين شويه ديال الزرارع وممكن نخليهم غير هكاك. صافي، ملي كنزينوهم كاملين كنكونوا شاعلين الفران على 200 درجه يسخن مزيان، كندخلوهم يطيبوا ويتحمروا من التحت ومن الفوق
ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. البيتزا بعد ما طابت وتحمرت كتجي خفيفه بزاف واكيد لذيذه في المذاق، وكما لاحظتوا سهله في التحضير. وصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. شكرا لكم دائما على المتابعه، وما تنساوش تتابعوا برنامجكم وليمه مع حليمه على مواقع التواصل الاجتماعي، والى اللقاء.